ميلو انت بتتارجت ايه يعني؟ بابا طلع الاحتراف في اوروبا بدري بدري، تمام، انت بتتارجت كده يعني، هدفك كده يعني، بتشتغل على نفسك عشان توصل لكده؟ اوصل واعدي لغايه لما ابقى يعني حاجه معديه يعني ان شاء الله. يعني انت مقرر انك تسافر اوروبا؟ طبعا مش هيبقى اول عندك حاجه. مانع؟ لا لا مفيش مشكله خالص، مش حتى كمان هو في لما بيجي محمد صلاح بنروح يقعد مع محمد صلاح، بجد بيتكلم معاه ويقعد بشكل قوي جدا، اديني شويه يقعد نصايح كده عشان خاطر يتكلم يعني معاه. طب بيني وبينك كده، كأنه الكابتن عبد الستار مش سامعنا، يعني مين احرف، عبد الستار كابتن عبد الستار ولا محمد صلاح؟ لا الاثنين بصراحه، الاثنين عشان هو قاعد جنبنا. طب محمد صلاح قال لك ايه عن بابا بقى؟ لا قال لي لعيب كبير ولعيب عظيم والاحتراف اللي عمله، وطبعا عن كريستيانو رونالدو والكلام ده، المهارات واتعلم منه. لا محمد صلاح من دوايا شخصية محترمة جدا طبعا، وبعد ذلك يعني برضه من أول مرة لما راح عشان يشوف محمد صلاح قال لي نفسي أشوف محمد صلاح يعني أتصور معاه. راح يتصور معاه قال له أنت تصور معايا، أنت معاك بابا لازم تتصور معاه الأول وبتاع الحاجات دي كلها. أيوه طبعا. يعني حسيت محمد جميل. يعني محمد جميل صلاح من شخصية جميلة جدا. قال له أنت معاك بابا يعني معاك عبد الستار صبري. معاك اقعد اعمل معاه البوم صور بقى براحتك. لا هو محمد يعني يعني شخصية جميلة، حتى هو بيحبه جدا، معظم الشوز بتاعته على طول بيجيبها على طول بشكل قوي يعني يعني لا محمد صلاح بالنسبة له حاجة كبيرة جدا، ونفسه يعني يوصل. مين أنت بتشجع مين فرقة في العالم؟ انا باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان او ليفربول. ومين اكتر لعيب بتحبه في العالم يعني، اللعيب اللي انت بتحبه واللعيب اللي انت حاسس انك ممكن تبقى شبهه؟ انا بحب كيليان مبابي. كيليان مبابي، وهو طريقه لعبه شبهك او انت شبهه؟ طبعا يعني بتحس انك قريب منه. شويه والله. هايل جدا الكلام ده والله يا كابتن، انا متشوق السنين تعدي بسرعه، ربنا يديكم الصحه يعني.